فاطمة الزهراء مطلقة بابن. سبب الطلاق ديالي هو العنف مع السيد اللي كنت مزوجة به. يعني الطلاق ديالي كان وراء السب والشتم والعنف. ولا جيت نهضر على سبب الطلاق يعني بزاف ما يتقال. وبالفعل مني انطلقت من محكمة الأسرة بمدينة القنيطرة، استقريت أنا ولدي في حي لوفالون بالقنيطرة، وكنت خدامة يعني في عيادة خاصة. وبالرغم أنني مطلقة منه كان ديما يعني تيتبعني فين ما كنت، في الخدمة تيتبعني فين ساكنة، ديما كان تيتعرض لي. سبب التعرض ديالو كان ديما باش نرجع ليه، وانا ما بغيتش نرجع ليه، لان كما تنقولوا اللي هربت منه غادي نرجع ليه. سبق لي وتقدمت بشكايات، لان يعني سبق له ضربني بموس ماشي مره ماشي جوج. كان ديما العائله ديالو عافاك فاطمه الزهراء تنازلي، لا ولا تعرض لك مره واحده اخرى، احنا غاديين احنا اللي غاديين نشهدوا فيه انه راه تيتعرض ليك. وهذا ان فوا تنازل ليه تيولي عاوتاني عاود هذاك الشيء من الاول وجديد. واستمرت هذيك التهديدات ديالو ديما في التليفون في الواتساب، غادي ديما ندير لك، غادي نعورك، غادي نعوقك، غادي نخليك في عاهه مستدامه، ديما ديما. في يوم الواقع اللي هي بتاريخ 28/8/2020 الصباح، خارجة من داري وماشية للخدمة ديالي مع 8 قسمين الصباح، إذا به أنا فهاد السيد مركب فيا الفزعة، ديما غادية وتنقلب وجهي من موري، إذا به تكلقاه تابعني. بقيتو تابعني، شديت الطاكسي وهربت ومشيت لحدا الخدمة من تبعني هو، وتيبان ليا هاز واحد التكادو وتيجبد منه واحد القرعة اللي هي في هذيك المادة القاطعة. شتو أنا هربت، أنا غادية تنجرو وتيجرو مورايا وتيكب عليا من اللور، حرقني بمادة قاطعة على مستوى الظهر والذراعين، عنق أسفل الظهر. في ديك اللحظة يعني أنا مني كنت كنغوت وأنا محروقة، يعني شدوه الناس، اللي شدو واحد السيد الله يكتر خيره، هو اللي شدوا الوقت اللي احتاجوا البوليس. منين جاوا البوليس صافي موراها جات ديك لومبيلونس، باش مشيت انايا للسبيطار الادريسي، تلقيت اسعافات اوليه من طرف اطباء ومساعدين. بعد يعني مع الطبيب المختص شرف على الحاله ديالي، عطى تقرير انني باش نمشي نتعالج في سبيطار بن ورشد بمدينة الدار البيضاء. المهم شنو نقول لكم، تحرقت درجة ثالثة اللي ادتني العمليات يعني باش نتعالج. كانت مصاريف ومصاريف كثيرة، يعني وقت العمليات وحتى من مور العمليات. حاليا الدويات اللي تنحتاج يعني من مور ما ساليت العمليات ديالي، كاينين دي بوماد، كاينين دي كريم اللي هما الثمن ديالهم غالي، وهذاك الشيء كان نخدم به بكثره بحكم الحرق كبير، ماشي حرقه صغيره ولا راه على مستوى الظهر واسفل الظهر والذراعين والعنق، ويعني محتاجه. من المعاناه اللي تنعاني هو انني حاليا واقفه من خدمتي بحكم انني مازال فيا الحريق، ما تنقدرش نتحرك، سيرتو انا الخدمه ديالي مانويل. وهاد المعاناه تسببت لي في انني حبسه من الخدمه، انا اللي هز مسؤوليات ديال وليد عنده 12 عام، حتى من ولدي حابس حاليا من القرايه. يعني الظروف ماديه وجسديه
يعني باش غادي نقوم انا بولدي، انا اللي مسؤوله عليه. هاد الحاله ديالي اللي سببت الوالده ديالي يعني كنقول لكم هكذا انها تعمات بالفقصه، الفقصه ديالي تعمات الوالده ديالي. شنو نقول لكم، الطليق حاليا هو معتقل وملف ديالي مازال في المداوله، والرسالة ديالي انا شنو نقول لكم، خليت الله سبحانه وتعالى، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لانه شتتني وشتت ولدي وشتت لي الام ديالي، تكرفس على عائله كامله، خليت الله سبحانه وتعالى. وانا طلب ديالي من القضاء انه ينصفني وياخذ لي حقي منه، وانا ثقتي كبيره في القضاء. هذا هو اللي كاين. الرسالة ديالي اخوتي المغاربة تنوجهها لكم، وتنوجهها خاصة للدكتور التازي اللي هو انسان معروف بفعل الخير وساعد بزاف ديال الناس باش يولي لحياتهم الطبيعية كيف ما كانوا من قبل. المساعدة اللي بغيتها، يعني انا كنطلب مساعده طبيه، مساعده طبيه، ناس اللي يقدروا يوقفوا معايا، لان الحاله ديالي محتاجه علاج وعلاج. شنو نقول لك، فيه مصاريف، ومصاريف للاسف ما قدرتش نشوفها.